السلام عليكم، معاكم أسامة رستم. النهارده جايب لك تطبيق تقدر تشغل اليوتيوب في الخلفيه، والميزه القويه اللي فيه ان انت تشغل الفيديوهات بدون اعلانات، يعني بدون ازعاج وبدون الاعلانات اللي بتظهر كل شويه في الفيديو. والتطبيق بشكل كامل مجاني. التطبيق اسمه فيديو لايت، هسيب لك رابط التطبيق في الوصف او الديسكربشن. اول ما هتدخل على التطبيق هيفتح معاك الواجهه، تقدر تشغل اليوتيوب وعندك التيك توك، وكمان تقدر تبحث في الويب سايت تكتب اللي انت عايزه، وكمان عندك تحت تقدر تشغل الوضع الخفي او البرايفت مود. انا هستخدم اليوتيوب، تعال مع بعض نجرب ونشغل فيديو ونشوف مع بعض. زي ما انت شايف شغلت الاغنية في الخلفية وكمان بدون اعلانات، وكمان اقدر اتصفح واعمل اي حاجة انا كنت بعملها على الفون، ويكون الاغنية او القرآن اللي انت مشغله وشغال في الخلفية بدون اي مشاكل. وتقدر كمان تقفل الشاشة لو انت بتسمع اي حاجة وحب ان انت تقفل الشاشة تقدر تقفلها. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده ما تقدرش تعمله باليوتيوب الرسمي. بس كده، لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وادخل عندي على المحتويات اللي فاتت اكيد هتستفيد. شكرا ليكم واشوفكم على خير، اللي جاي كتير. سلام.